السلام عليكم. درس جديد هنتكلم فيه عن الليفل. طبعا نعمل ايه؟ احنا عنده قائمة الليفل من هنا، قائمة الليفل تمام، يعني المفروض تتفتح مع الاثنين دول، تمام؟ مفتاحها المفروض تتفتح معاك كده، تبقى في النص، تاني، يعني مظهرتش معايا، من هنا ليرز. إيه بقى فايدة قائمة الليرز؟ مهمة جدا، فمثلا بتيجي تنظم لك شغلك كده، نعمل مثلا شكل. زي كده نديله لون، تمام، بينزل لي هنا زي ما احنا شايفين. المربع ده بيحدد لي الشكل، تمام. على سبيل المثال لو انا عملت شكل تاني على نفس اللير اهو، ينزل لي هنا. بص المربع راح من انا دلوقتي محدد ايه، محدد الريكتانجل دوت. نروح للإيديت، لو ضغطت على دي هيحدد لي اتنين زي ما احنا شايفين، اقدر اتحكم فيهم. دوت حرف الكنترول اقدر احركهم زي ما احنا شايفين. بس كده لا، فيها حاجات تانية مهمة. اللون ده نفتح الاعداد بتاعت دبل كليك، نفتح الاعدادات تمام. هنا الاسم، اللون ده لون مميز فقط للير، لكن مش بيدي اي لون داخل الشغل بتاعك، هو بس مميز ليها كده من بره. اختار اللون اللي انت عايزه، تمام. لوك يعمل لك زي قفل على اللير، تمام. برنت عشان لو عايز تطبعها، شو زر في اللير هي دي. بريفي عشان لو في اي تغيير هنا تلاحظه هنا، تمام. دي بيقلل لك الشفافية بتاعتها. طب مش بتقل الشفافية نهائيا، قصة ما فيها ايه. هنا مثلا بيقل لك الشفافية 50%، تمام، بحيث ان انت لو بتنزل صورة وعايز تشف الصورة دي تقلل الشفافية بتاعتها 50% وتعمل لها لوك، تمام. وتبتدي ان انت تستخدم لير تانية عشان تشف الصورة اللي انت منزلها في اللير دي، يبقى الشفافية بتاع الصورة دي قليلة عشان تقدر تبقى واضحة بالنسبة لك وتقدر تشتغل عليها. في نفس الوقت معمول لها لوك عشان لو عملت أي أمر ما يدخلش على اللير دي ويعدل فيها حاجة، ما يغيرش البوزيشن بتاعها أو يغير السكيل أو يغير أي حاجة فيها، تمام. فأنت لو عايز تعمل الاتنين دول، هنا دي بتعمل هيك، تمام، اللي هي التمبلت. التمبلت يعني قالب جاهز أنت عايز تشف وعايز تعمل عليه أي حاجة، تمام. مهمة يعني الحتة دي، لو أنت بتصمم حاجة نزل نموذج وصمم، تمام. يقول لك الأوباست بتاعته من 50% ويعمل لك إيه. دبل كليك تاني عشان تشيلها، تمام. هنا لو عايز تعمل نيو لير، تمام. هنا لو عايز تمسح اللير، هنا بيقول لك نيو ساب لير، يعمل لك لير فرعي، تمام. لو انت مثلا عامل اكتر من لير، تمام. هنا طبعا عشان لو عايز تبحث عن لير، لو انت عندك لير كتير يعني ما فيش حاجة تانية على طول. ناخد لما بتنزل حاجة بتنزل لك كده في الخانة بتاعت الليل. مهمة جدا، أكيد أنت لو اشتغلت على أي برنامج من برامج شركة أدوبي أكيد استخدمت اللير وعارف فايدتها إيه وأهميتها إيه، تمام. ده كان بالنسبة لي الدرس النهاردة، شكرا.